الحوثي ستكون زيارته الأولى خارج اليمن إلى موسكو، هذا إن صدقت بعض المعلومات المسربة. وأيضا هناك معلومات أخرى تشير إلى أن هناك موافقة مبدئية من الرئيس الروسي بوتين إلى زيارة اليمن وزيارة صنعاء. اليمن لم تعد معتمدة على سين أو صاد من الدول. سيلتقي من؟ سيد مهدري، سيد مهدري الرئيس بوتين في زيارته لصنعاء إذا حدثت سيلتقي من؟ أي رئيس؟ هل سيلتقي السيد محمد علي الحوثي؟ سيلتقي القيادات اليمنية. من سيلتقي؟ سيلتقي القيادات اليمنية، وما المانع أيضا أن يذهب إلى عليه السلام. نعم تفضل، يذهب إلى أين؟ إلى صعدة؟ وما الذي يمنع من زيارته إلى اليمن والالتقاء بمن يشاء؟ طيب عموما يعني كل شيء في الحياة وارد يقول البعض. سيد جماع، ما أهمية اللقاءات التي عقدت مع ممثلي القبائل في عدد من المحافظات في حقيقة الأمر، في الجوف وشبوة والبيضاء ومأرب؟ ما أهمية هذه اللقاءات؟ هل هي مجرد لقاءات فقط؟ هناك ما سيبنى عليها ربما في موقف مواجه للطرف الآخر الموجود في صنعاء؟ لا، هذه لقاءات مهمة، وهذه لقاءات تعطي دفعة شعبية للرئيس هادي. إقليم سبا بحزامه القبلي هو خط الدفاع الأول عن الجنوب، وقبائل شبوة مع قبائل مأرب مع الجوف مع البيضاء مع يافع أيضا التي على خطوط التماس بين الشطرين سابقا، موقفها واحد وهو رفض هذه الجماعة الحوثية المسلحة، ولن تساوم في قضية النظام الجمهوري والدفاع عن عدن واستعادة صنعاء. أنا أريد فقط أن أنبه إلى أن اليمنيين يعرفون أن جدهم الأول سيف بن ديزن عندما ذهب إلى الفرس إلى إيران من أجل أن يستعين بهم لطرد الأحباش، أوعز النجاشي إلى المساجين والسجناء والمجرمين وأرسلهم كجيش، وقال له مستشاره: إن انتصر هؤلاء المجرمون والسجناء كسبنا بلدا، وإن لم ينتصروا فقد أراحنا منهم المريح. وبالتالي طردوا الأحباش وأصبح لمن جزء من التاج الفارسي، إلى أن جاء الإسلام وحرر اليمنيين من هذا التاج. اليوم الإيرانيون سيدخلون، سيرسلون الميليشيات والسجناء والمجرمين.